تمثيل الصراحة ودخلت في السكة دي، ما كانش قصدي ان انا ابقى ممثل ابدا ما ابدا. كانش قصدي يعني، انت كنت عايز تستمر في المزيكا و... طبعا طبعا انا لغاية دلوقتي بعتبر نفسي موسيقي مش ممثل لغاية يومنا هذا، فعلا، مع انك لا تمارس الموسيقى بشكل بمارسها عملي يعني. دلوقتي، لان رجعنا فرقتنا بقى اللي قبل الفور ام كمان، البتيشه وهي فرقه غربيه كانت تعزف الموسيقى الغربيه في الستينات والسبعينات، وبنعمل بيها حفلات كتير جدا وحفلات في الاوبرا و... رجعتوها فعلا. امال بقى لنا من سنه 2011 بقى لنا مده كان يعني، معاك فيها عمر خيرت وعمر عمر خورشيد خيرت وعمر خورشيد الله يرحمه، وجدي فرانسيس، صادق الليني، صبحي بدر، اسامي كتير قوي 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 قوي. متذكر عمر خورشيد الله يرحمه؟ الله يرحمه طبعا طبعا 100%، ده كان زميل من انا عندي ايه اقول لك 14 سنه مثلا 15 سنه، هو ويحيى خليل عملنا اول فرقه انا كونتها في ويحيى حياتي، خليل. ويحيى خليل فطبعا عمر كان اخ ليا اكتر منه اي حاجه، وبالتالي كانت شريهان اخت ليا، والدتهم السيدة عواطف خورشيد كانت زي والدة ليا، يعني كنا عائليا مرتبطين قوي قوي. خلينا نسمع حتى جزء من الفيلم التسجيلي عن الفيلم، نشوف في حكاية كده قالها عمر خيرت، نشوفها نسمعها. اوكي. انا وعمر خيرت كنا عايزين ننزل مصر مرة، معناش فلوس، سطحنا فوق قطر، انا بقول لك على المغامرات كلها، طبعا شعرنا طويل بقى 67 يعني بداية الهيبيز ما ابتدوا يظهروا، ولابسين طبعا جينزات ما كانتش معروفه اياميها، انا كنت لابس تي شيرت احمر مش هنساه في حياتي، وشايلين بقى الجيتارات كده وبنجر ورانا الانتريفيرات بتاعتنا، ونازلين من بولمان كان ولا قطر مش فاكر، والناس شافونا قالوا يهود ولاد كلب هم لازم نموتهم دلوقتي حالا، راحوا جارين ورانا. انتوا كنتوا بتتسطحوا على القطر، يسوي لك كده تسطحوا على القطر. ده حصل يا فندم، لان احنا لما سنه 67 عملنا الفرقه دي اهالينا قالوا لنا عايزين تلعبوا مزيكا اتفضلوا، في 60 ده هيروحوا بس مش هتاخدوا مننا ولا نكله، رحنا اسكندريه واحنا معناش ولا نكله فعلا، وعانينا الامرين لكن كنا مصممين ان احنا نثبت وجودنا وان احنا نتغلب على اللي كنا حاسينه ساعتها ان احنا اتهزمنا، لا احنا ما اتهزمناش ولا حاجه، احنا بنعمل فرقة وبنغني وبننشر بين الشباب وبنعمل مزيكا وكل حاجة بتقاوم بالفن يعني. ايوه كان في حالة احباط ولكن بتقاوم لكن بالفن. بالظبط يا فندم بالظبط. والحد ده ما كانش معاكم في فلوس يعني، الاحوال المادية كانت زفت.